طبعاً إحنا شندرنا وصلنا الانبوت عبر مقاومة، مقاومة 220 أوم. طبعاً كما قلنا بالنسبة للبرنامج هنا عندنا الأمر اللي هو الديجيتال رايت للليد بلت إن. ليد بلت إن اللي هو الليد اللي موجود له، اللي هو الليد اللي راكب في البن رقم 13. مرة أعطيناه هاي وبعد درنا ديلي تأخير ثانية وبعد درنا لو. هاي معناها 5 فولت، لو معناها 0 فولت. هاي ثانية تأخير وبعدها شنو؟ وبعدها يدير لو، لو اللي هو 0 فولت، وبعدها ديلي واحد. طبعا احنا شنو الحلقة هذه من فويد لوب لعند من فويد لوب، لأن الحلقة هذه يقدر يبرم ينفذ الخطوة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ويرد من جديد، الأولى الثانية الثالثة الرابعة ويلف من جديد، الأولى الثانية الثالثة الرابعة ومن جديد وهكذا. اللوب هذا يخلي لوب نسمو فيه هذا لوب لا نهائي، نفس اللوب اللي بدل شفناه في البلوكي. اللوب هذا لا نهائي ما يوقفش بك، اللي عندي يتفضي على فينفذ الخطوة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ويرد من جديد، الأولى الثانية الثالثة. فاللولة تقول له خلي اللد والع متأخر ثانية وبعد اللد طافي، بعد تأخر ثانية وبعد رد من جديد، اللد والع ويأخر ثانية وبعدها طافي وهكذا. فنجربوا الكلام هذا. كيف نجربه؟ طبعا كيف ما قلنا من قبل الحلقة اللي فاتت، التجريب شنو؟ نبي نحملوا البرنامج هذا اللي قدامنا، نصبوه وين؟ نبي نصبوه داخل لوحة الأردوينو. كيف نصبوه؟ نصبوه نقولوا نديروا ابلود. ابلود معناه ناخذ البرنامج اللي موجود عندنا اللي مكتوب بلغة السي، مكتوب بلغة السي هذا قدامنا، ونصبوه داخل، فنضغط المفتاح هذا. شنو ندير المفتاح هذا؟ ياخذ البرنامج ويصبه وينفذه. فتو قاعد شنو؟ بالخضر قاعد ينفذ. اذا كان في اخطاء يبان في هذا الصندوق، اذا كان في اخطاء في البرنامج، وبعدها يبدا ينفذ. شفتوا قاعد الليد شنو صار؟ قاعد يولع يطفى، يولع يطفى، يولع يولع ثانية يطفى ثانية، يولع ثانية يطفى ثانية، يولع ثانية يطفى ثانية، يولع ثانية يطفى ثانية. نقدر نخلوه يولع ثانيتين ويطفى ثانية، شنو نغيره في البرنامج؟ نغيره في الخطوة هذه صح؟ الخطوة هذه نخلوها ثانيتين. كيف نخلوها ثانيتين؟ ندير نخليه 2000 مايكرو سكند وندزوه نفس العملية، ندزو البرنامج هذا. شو دير تو؟ تو بلا كذا ولع ثانيتين، ثانية اثنين يطفى، يولع ثانية اثنين يطفى، يولع ثانية اثنين يطفى، يولع ثانية اثنين يطفى، يولع ثانية اثنين يطفى ثانية، يولع ثانيتين ويطفى ثانية وهكذا. طبعا الكلام هذا شنو؟ نحن متحكمين في دايد الخضر هذا. وطبعا نقدر نحن نقدر نديروا مثلا تطبيق بتاع السمافر بتاع الشوارع، عرفت؟ لو كان عندنا شارعين نديروا مثلا لمبة صفراء ولمبة حمراء ولمبة خضراء، ثلاث لمبات، ونديروهم بالتوقيت ونقدر نديروا التناوب، عرفت بيننا؟ عرفت ليه؟ طبعا مطلوب الموضوع هذا مطلوب منكم انتم، عرفت تديروه تحاولوا فيه تدزوا لي انا، لان على اساس اذا كان عندنا مثلا مجموعه دايدات نركب اكثر من دايد، نركب دايد الحمر طوالي انا نفس القصه، نركب دايد حمر عبر مقاومه مباشره على السريع. طبعا نفس العملية قلنا الطويل هو الموجب، هو اللي نجيبه له الموجب، ومشينا هنا خذينا السلك وصلناه وين؟ تو بدري وصلنا بال 13، نوصله مثلا بال 14 وهكذا 13، تو نوصله بال 14. فنجي ال 13 خاص باللمبة الخضراء أو باللمبة الصفراء، وال 14 خاصة باللمبة الحمراء، ونقعد في البرمجة نقعد ايش؟ نأمر بالبرمجة كيف نبيها. فنجي هنا طبعا السلك الآخر ركبه في الأرضي كما قلنا نفس الفكرة، فأنا بالنسبة لي أنا إذا كان أمرت هذا فأنا هذا المفروض نأمر مثلا خمس، مانيش عارف نأمر مثلا ثلاث كذا كذا ثانية والآخر كذا كذا ثانية وهكذا، ونجي ونجي الاصفر نحطه وهكذا، ندير لمبه اثنين ثلاث لمبات، واللمبه الزرقينيه كذلك نركبها، اللمبه الزرقينيه نفس العمليه نركبها انا مثلا حتى هي عبر مقاومه، ونقدر والبرنامج نفسه نقدر نصمم التوقيت على حسب. يعني اذا كان عندنا مثلا سمافر في شارعين بس،
فيه طبعا سمافرو في شارعين، يعطي الشارع الاول ولا الشارع الثاني فقط، سمافرو بتاع شارعين عام، فيعطي يعطي شارع والاخر يسكر عليه بعد الصفر انتظار وهكذا. فطبعا هذا ديروا انتم وكله نفس الاوامر، امر بتاع ديجيتال رايت وامر ديلي فقط، امر ديجيتال رايت ومخلوه داخل اللوب بتاع اللانهائي، هذا اللوب اللانهائي، الفويد لوب، اللوب النهائي يتحرك ويرد، يتحرك ويرد لعنهائي.